بأمارة ايه؟ الملاليم اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمى الله يرحمها، وقبليها مجوز شاهد، وبعد كده الشقة وتشطيب الشقة، الفلوس اللي معايا ما تعملش حاجة. ربنا بكرة يدبرها ان شاء الله يا حبيبي. وحتى لو ما لقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجة تطلبها. تحت امري في اي حاجة تطلبها ازاي يعني؟ فلوس توصلي؟ اه يا حبيبي، هو مش انا وانت واحد؟ استنى ماما. لا يا شاهد، انا وانت مش واحد، احنا اتنين. انا حسام اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليكي وجوزك، وكنت بتقعدي على رجله زي ما كنت بتقولي. ما ينفعش تقولي لي كده وعيب. انا هقوم عشان شكلها بتخرف. دي كلمه برضه تقوليها له؟ هو انا قلت ايه غلط يا ماما؟ انا قلبي عليه، وبعدين بقى هو انا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ خلاص يا جماعه سيبوه يهدى شويه، مهما كان برضه الله يكون في عونه يعني. يا رب هون عليه يا رب. بقول لكم ايه، انا ليه وهاني كلمني وعزمني على عيد ميلاد ريهام، مش عارف بفكر اروح. ما تيجي معايا يا شهند؟ انا في ايه ولا في ايه يا محمد؟ انت كمان تعالي معايا، ما تبيش رخمه بقى. روحي مع اخوكي، ما تسيبوش يروح لوحده. والعظيم يا رب. الباقي في حياتك يا ام منصور. حياتي والله ما انا عارفه بقيت حياتي متداري فيها ايه. كل خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا طاهر واحنا بقينا ولايه من الراجل يحميني؟ الحامي ربنا يا ست الناس. ونعم بالله. بقولك ايه، فيه مشوار عايزك تبقي معايا فيه بكره الصبح. مشوار؟ مشوار ايه دي؟ مشوار مهم، وبكره الصبح هتعرفي كل حاجه. طب ما تقول دلوقتي. ده انا لو قلت حاجه تتقطع فيها رقبتي. للدرجه دي؟ واكتر كمان يا ست الناس. بتعملي ايه هنا يا سيدة؟ هكون بعمل ايه يا اخويا يعني؟ تعبانة وهلكانة من الصبح بنضف في البيت. ربنا يقويك يا سيدة. السلام عليكم. يا بابا يا سيدة. قاعدين في اوضتي بتعملوا ايه؟ بس السيدة بتنضف لك الأوضة يا ابني. بس ما تتعودوش على كده. أنا مش هقدر أخدمكم انتوا الاتنين. أنا من هنا ورايح يا اخويا، عايزة اللي يخدمني. ليه خدت القرار؟ هتحضري الدكتوراه ولا ايه؟ لا يا اخويا، أصل أنا تعبانة من الصبح. ورحت المستوصف اللي جنبنا. ليه؟ كفالة الشر يا سيدة. هتبقى أب يا سيزينهم. بس ازاي ده حصل؟ هيكون يعني ازاي يا سيزينهم؟ الله ما تكسفنيش بقى يا اخويا. انت مش قلت لي ان هي ما بتخلفش؟ وهي حصلت المعجزة والحمد لله، ربنا أراد ان انا ابقى أم. يا ما انت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب ومعجزة؟ لا، دي المعجزة دي حصلت علشان انا بقى، عشان تجيب لنا حتة عيل يدخلني الجيش ويبقى جيش وسجن. بقول لكم ايه، الواد ده لازم ينزل. ده على جثتي، هو ايه ده اللي ينزل؟ ده ابني، ده نايل اللي بتمناه طول عمري. اخص عليك يا عصام، ده بدل ما تفرح بالعيل اللي انت هتربيه. يا عم الحاج ربي مين؟ انا عارف اربي نفسي. انا خلاص كبرت يا ابني، والعيل ده لما هيجي انت اللي هتربيه، انت لسه شباب. طب انا عندي حل احلى، انا هموت بدالك وامي يجي انت تربيه. وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياسي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح، وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكله انها قطع عندنا بس، والمصيبه ان احنا مش عارفين لها سبب. بصراحه هي اول مره تعمل كده. على العموم لو ما جتش لغايه بالليل انا هتصرف. ماشي، لما نشوف اخرتها. سلام. ماما انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب والحل؟ ده انا حالي واقف، لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قول يا حبيبي الحقني. نروح نقعد عند اختي ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه؟ يا طنط احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق. مفيش حل غير ده يا ماما. ها قلتي ايه؟ امري لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. شاهين ده ما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك. انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب وتوديه حضانه ليه؟ تخليه قاعد معانا.
هو أنا فاضي يا حسام؟ يا ستي أنا فاضي موريش حاجة. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل إنها تربي طفل تاني من أول وجديد. عندك حق. ساهر بيسأل عليكي؟ آه بيكلمني عايز يتفاهم معايا، بس أنا بقى اللي رافضة أي تفاهم. شاهين ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكوا طفل. والله يا حسام ساهر ده أكتر إنسان أنا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وأنا بقى خلاص عايزة أربي ابني وبس، ومستعدة أعمل أي حاجة في الدنيا عشان خاطره. أنا بس نفسي تسمعي يا حسام لو سمحت أجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لأن أنا لازم أرجع المكتب. أنت عندك شغل؟ آه. أنا آسف معرفش والله إن عندك شغل، سوري لو عطلتك يعني. طيب أنا هنزل أقعد تحت وأخش أقعد في أوضتي. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟ ايوه. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب! 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 مش مصدق عيني. صدقي صدقي انا عايش موت مش موت. انا في حلم، انا في حلم. احمدك يا رب، احمدك يا رب. اجده يا طاهر حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمة؟ اني عبد المأمور. اطلع انت برا دلوقتي، ولما عاوزكم حندهلكم. تعوزني؟ تعوزنا ازاي يعني يا سيد ياب؟ ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اختار ليك يا سيد ياب. اجده. كان لازم اقول لك ايش عشان كل حاجه تبان بحقه حقيقي. انت حركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، سلامة قلبك يا غالية. طمني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي أنا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تياب. حقك علي حكمة، في حاجة لازم تعرفيها وما فيش وقت نضيعه. بخير يا سيدي. أنا لي فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما فهمش في الشغلانة دي. اطمني، المحامي حيقولك على كل حاجة اللي هنا واللي هناك. ايوه بس انا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش اتكلم لغات. هيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، وموضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من اصل عربي. لازم ان انا اللي اقوم بالمهمه دي؟ انا هبقى لوحدي وما اعرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك. بعدين انا ما اقدرش اعتمد اي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجه تاني. ايه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهاده وفاه وتمشي لي في اجراءات الورث عشان ما حدش يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي. حكمة، المبلغ كبير قوي، دول 50 مليون دولار.